السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة نور شانيل للوصفات. طريقة اليوم هي طريقة عراقية لنسف دهون البطن وتخسيس الوزن فقط 5 أيام قبل الدورة الشهرية، فقط في هذه الفترة. الفيديو هذا لا يعني أن الفيديو خاص فقط بالنساء، بل يمكن للرجال استعمال هذه الوصفة، لكن أنا أتحدث مع النساء. لماذا؟ لأن هذه الفترة أو هذا الأسبوع الذي يكون قبل الدورة الشهرية فهو أنسب أسبوع لإنقاص الوزن أو زيادة الوزن. يعني في هذا الأسبوع أنت تتحكمين بنفسك، إما أن تزيدي الوزن وإما أن تنقصي الوزن، لأن في هذه الفترة تكون تغيرات في الهرمونات، يعني الهرمونات تتغير بشكل ملحوظ. فطبعا تلاحظين هذا الشيء، يعني تصبحين مثل المرأة المتوحمة التي تتوحم عن شيء. هناك بنات تحب أن تأكل المالح في هذا الوقت، هناك بنات تحب أن تأكل الحلو في هذا الوقت، يعني تأكل بشراهة جدا جدا. فلذلك كما قلت، هذه الأسبوع قبل الدورة الشهرية أنت تقرر إما أن تخسين وزنك وإما أن تزيدين وزنك، ذلك على حسب ماذا ترغبين. المهم الطريقة عراقية. لماذا؟ لأنها أعطتني إياها سيدة عراقية جزاها الله خيرا، وأنا أبلغ السلام أو أسلم على جميع العراقيين من هذا الفيديو. أهل العراق ناس طيبين جدا جدا، ولدي أصدقاء كثيرات أو صديقات كثيرات من ذلك البلد. فالمهم الوصفة أعطتني إياها سيدة، فقمت بتجربتها وبالفعل أعطت نتيجة رهيبة جدا جدا جدا. أخسست من الوزن، يعني ماذا أقول لكم، في 5 أيام فقط. يعني هي أسبوع قبل الدورة تقومين بشرب هذا المشروب 5 أيام وترتاحين يومين بعدها تأتيك الدورة، يعني 5 أيام فترتاحين يومين بعدها تأتيك الدورة وتشاهدين يعني فرق ملحوظ جدا جدا جدا. وذلك طبعا يبقى على حسب استجابة جسمك وعلى حسب مدى رغبتك أنت في إنقاص الوزن بالضبط، لأن طبعا النفسية تلعب دور مهم جدا جدا، سواء في زيادة الوزن أو في إنقاص الوزن فهي تلعب دور مهم جدا جدا. المهم سوف أبدأ ب سوف أعطيكم المقادير أو مقادير هذه الوصفة، وصفة فعالة. وأريد أن أذكر بأن هذه الوصفة أيضا تقوم بتضييق المهبل. بالنسبة للسيدات المتزوجات سوف يلاحظن هذا الشيء، فهي تضيق المهبل. أيضا ملاحظة، أرجو أن لا أكون قد طولت في الفيديو فقط للشرح. ملاحظة ثانية فقط، إذا مثلا لم تخسي أكثر من الوزن الذي تريدين تخسيسه في ذلك الوقت، فطبعا تعيدين تكرار هذا الشيء أو تعيدين شرب هذا المشروب في الشهر التالي، بما يعني 5 أيام قبل الدورة الشهرية الثانية، يعني الأسبوع الذي قبل الدورة الشهرية الثانية. أي سؤال أو استفسار اتركوا أسفل في التعليقات. فلنبدأ بسم الله بالمقادير. طبعا هنا كما تلاحظون سوف أحتاج أول شيء إلى الرمان، أو بما يسمى في العراق بالدباغ. الدباغ وهو الرمان أو قشر الرمان المجفف. سوف أحتاج هنا تقريبا إلى 4، يعني الرمان على حسب الكمية التي تريدينها. بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من مرض في المريء أو أي شيء في المريء فلا يستعمل الرمان، نصيحة فقط. سوف أحتاج أيضا إلى الشاي الأخضر الصيني أو الشاي. سوف أحتاج إلى ملعقة صغيرة من الشاي. سوف أحتاج هنا إلى بدر الكت عفوا إلى إلى الكزبرة أو زريعة القزبر أو بذور القزبر أو الكزبرة الذي هنا مطحونة. يمكن استعمال كزبرة حبوب لكن مطحونة تعطي مفعول جيد وتذوب في الماء. سوف أحتاج أيضا إلى كمون، وسوف أحتاج إلى زنجبيل، وأحتاج هنا إلى ليمون. من تعاني من القولون أو انتفاخ القولون لا تستعمل الليمون أبدا، لأن الليمون أي وصفة يوجد بها الليمون أو الحامض فهي غير صحية أبدا للقولون. وطبعا سوف أحتاج إلى إناء زجاجي يكفيني لملء لتر من الماء.
يعني الكمية التي سوف أقوم بصنعها هي تكفيهم 1 لتر من الماء. الطريقة سهلة جدا، سوف أقوم بشرب هذا اللتر من الماء على 3 مرات أو 4 مرات قبل الوجبات. لماذا 4 مرات؟ لأن هنا في المغرب وفي الجزائر وتونس لدينا الوجبة الرابعة أو ما بين الوجبات التي تسمى باللمجة أو الكسكروت، فأيضا تستخدم أو لذلك يعني قلت 4 مرات، طبعا نصف ساعة قبل الأكل. إذن هنا سوف أقوم بوضع ملعقة من الشاي، ملعقة صغيرة فقط. سوف أقوم بوضع الرمان. الرمان جميل جدا، يشد الجسم شد رهيب 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 بالفعل. سوف أضيف ملعقة صغيرة ممتلئة جيدا من بذر الكزبرة. الكزبرة تزيد من الذكاء، تزيد في قوة الذاكرة، لديها مفعول رهيب جدا جدا في التخسيس. يمكن إضافتها إلى القهوة أو البن الذي تشربونه في اليوم. طبعا سوف أضيف ملعقة صغيرة ممتلئة من الكمون. وملعقة ممتلئة من الزنجبيل، يمكن استعمال الزنجبيل الطري أيضا. إذا سوف أقوم بوضع الماء المغلي. بالنسبة للليمون أتركه إلى الآخر ثم أقوم بوضع فقط بضع قطرات. إذن المشروب سوف يكون جاهز بعد بضع ساعات. سوف أتركه ينقع جيدا حتى يبرد. بعد ذلك سوف أقوم بتقطير القليل من الليمون أو الحامض، طبعا مع كما قلت من تعاني من القولون لا تستعمل الليمون الحامض أبدا. كان هذا هو فيديو اليوم. أي استفسار اتركوه أسفل في التعليقات. أتمنى أن تشاركوا هذه الطريقة الرائعة والمجربة على مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. إذن أشكركم جدا على المتابعة، وأتمنى أن تستفيدوا من هذه الوصفة، وإلى اللقاء.